ازيكم كويسين؟ النهاردة احنا هندرس افعال مهمة جدا. Today we will study very important verbs. يلا نشوف. واحد, to use, يستخدم. انا بستخدم الكمبيوتر كل يوم. I use the computer every day. بعد كده, to need, يحتاج. انا عطشان دلوقتي, انا احتاج اشرب ميه. I am thirsty now, I need to drink water. بعد كده, to focus, يركز. سارة مش تركز في الفصل علشان هي تعبانة. سارة can't concentrate on the class because she's tired. بعد كده, to run, يجري. الشرطة تجري ورا الحرامي. The police runs behind the thief. بعد كده, to travel, يسافر. أحمد سافر ألمانيا علشان عنده شغل هناك. أحمد traveled to Germany because he has work there. بعد كده, to work, يشتغل. أنا بشتغل كل يوم 8 ساعات. I work every day 8 hours. بعد كده, to do or to make, يعمل. الطالب يعمل الواجب بعد الدرس. The student does the homework after the lesson. بعد كده, to wear, يلبس. أيمن يلبس بدلة في الحفلة. أيمن wears a suit in the party. بعد كده, to talk, يتكلم. الطلاب يتكلموا كتير في الفصل. The students talk a lot in the class. بعد كده, to come back, يرجع. أنا برجع من الشغل كل يوم الساعة 5. I come back from work every day at 5 o'clock. أتمنى أنتوا تستفادوا من الدرس ده. علي جمال, القاهرة, مصر. مع السلامة.